حنا تنفككوا بزاف الاحاسيس ديالنا حتى بالعقل ديالنا. دونك ولو سوسيال تتهزوا المقعه. ودونك من هذا المنبر تنقول لها زيد مازال كافح واعطي واجي نتعاونوا، لان المغرب غادي يطلع بالتضامن نسائي. فوالا سافي كغون بليزيغ. علاش؟ لان كاينين النساء اللي جاوا وهضروا على ليزيكسبيرونس ديالهم، اللي قسموا التجارب ديالهم، اللي عطاو نصائح وعطاو بالنسبه لهذا النهار كل ما هو انسبيرون، كل ما هو تيوحي بالمراه وتطلعها للفوق واللي تعطيها قيمتها. وقيمتها شنو هي؟ هي كونها مراه، كونها مصاحبة الراجل واخت الراجل، لان المرأة والراجل بجوج هم كلهم يكونوا، كلهم يوصلوا، كلهم يبفيديغي ميم هاد لا جونيس، هاد وليداتنا اللي هما تيطلعوا. دونك اللي تنقول اليوم بان حنايا تنخدموا وتنكافحوا باش نوضوا بالمغرب ديالنا، باش نعطيو له قيمته، باش نخدموا فواحد لا فوزون، فواحد لا سوليداريتي اللي هي مهمه، لان تبقى المغرب ديالنا وتبقى الباتريوتيزم ديالنا هو اللي خصنا نحطوه او دوفون لا سين، باش نرفعوا بالمغرب ديالنا، وباش يكون المغرب هو البلاد السعيده الجميله اللي غادي تعطي لوليداتها. اي بي فوالا، فيف لا فام اي فيف لوم. بحال تتعرفوا حنايا شحال تجولنا بزاف في القرى بالبرنامج اللي عرفوه كلكم، اللي تعرفوه كلكم هو دغوا ديكور. تجولنا وهدرنا بزاف مع هاد الناس اللي في القرى، وتقربنا بزاف من العائلات اللي في هاد القرى. الناس تيبقاو مازال حد الان ناس محتاجين المساعده، محتاجين لي فورماسيون، محتاجين الرعايه من ناحيه القرايه، من ناحيه تتعطيهم لي زوتي باش يقوموا براسهم، باش يقدوا على راسهم، باش يدخلوا طاقه الخبز لوليداتهم، وباش يقدوا يقريو وليداتهم. دونك اللي خصنا هو تنقول هاد المراه القرويه شابو، لان بالحويجات اللي عندها القلال راها شاده وقويه. مي خصنا حنايا كناس ديال المدن نقفوا بجانب هاد الناس، ما نتسناوش غير البوليتيك اللي يجي ويعطي. خص حنا البريفي، كاين ليتا وكاين بريفي. البريفي خصو يدير يدو مع ليتا، ولا يدير يدو مع البريفي، ونمشيو لعند هاد الناس، لان تيبقاو خوتنا اللي محتاجيننا. اي لو سوسيال اي لا سوليداريتي، هادو سو سون دو فولي خصنا ندفعوا بهم القدام. اي دايوغ ديالنا ماروك هذا لو فولي بعين الاعتبار بزاف، لان انا قلت لك الحاجه كاينه، وحنايا غير بهاد هاد الاخوه وهاد التمغربيت خصنا نمشيو و اي بي كون ريبوند على دوموند ديال هاد الناس هادو. دونك فوالا، المراه ما تتكرمش غير في النهار، تتكرم في ايام، لان عندها واحد لا فيبر ايموسيونيل اللي هي تبارك الله كبيرة ومجهدة بزاف. حنا تنفككوا بزاف الأحاسيس ديالنا كتب العقل ديالنا. دونك ولو سوسيال تتهزوا المقعة. ودونك من هذا المنبر تنقول لها زيد مازال كافح واعطي وأجي نتعاونوا، لأن المغرب غادي يطلع بالتضامن نسائي. فوالا، بحال اللي قلت لك واحد الاسلوب باش المراه كلها تغلب على هاد الاكراهات. كاين احترام النفس واحترام الذات، وكاين لا كولتور ديالنا، وكاين حتى واحد لي فالور اللي هي خصها تلبسهم. الراجل داك الساعات اللي تنطلبوا منه هو المراه تتبقى تتساند الراجل، ما حنايش في لا كونكورونس ولا شي حسن من شي، تنكونوا في واحد لاسوسياسيون، في واحد لا فيوزون، باش تنوصلوا العائله ديالنا للقدام. هادشي اللي كاين. دونك المراه خصها تقرا، المراه خصها تخدم، المراه خصها تواصل، المراه خصها تكون في الميديا، وخصها تكون في الديجيتال. مي اللي تنطلبوا منها هو تحترم المرأة كمرأة، وتعطي داك القوة ديالها في لو كونتوني ديالها، داكوغ، لأن تتقد توصل ما هو جميل وما هو انسبيرون للعيال بحالها. وهذا الشيء تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.